أول سؤال معانا، إيه هي أسباب استبعاد باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي من مواجهة بيراميدز؟ فكشف خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي أسباب استبعاد باسم مرسي مهاجم الفريق من مواجهة بيراميدز، وقال مختار مختار المدير الفني للفريق إن هو فضل استبعاد باسم مرسي من مواجهة بيراميدز علشان يمنحه فرصة كافية لاستعادة فورمته الفنية والبدنية قبل تسجيل أول ظهور مع الفريق. وتابع باسم تعافى من الإصابة بالالتهاب في وتر أكيليس وبيشارك في التدريبات الجماعية. أكيد نتمنى عودة باسم مرسي مرة تانية إلى الملاعب من بوابة نادي الإنتاج الحربي، النادي اللي هو تألق فيه من بداية ظهوره، وبعد كده كمان انطلق أكيد لنادي الزمالك ومواسم قدمها معاه، يعود مرة تانية إلى مستواه المعهود زي ما كان بيمتع الكثيرين من جماهير نادي الزمالك، وأيضا من الجماهير اللي كانت بتبقى بتشتاق كده لوجود مهاجم تقيل في الملعب يقدر يخطف لك هدف، يقدر إن هو يمتعك في أوقات كمان بتكون من الدقائق الصعبة اللي بيمر بيها مثلا أي فريق، بيقدر يكون عنده الحلول.